السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.